وعن او وناكسن داوديال كسو دوادة برنامجك عافمات كوالا وان كوري سنو غفك انو لان هاي وحو مهم ويا هاي بلشادة الصوماليين ونكالات لان دونا دانك عافماتك برنامجك ماتو حمرتي ايقواه دكتور علي معو اويس او اسبيتال عصوبين كغفري مغالا دان نيوبي غارهان حافدة باقلان سيدو كلا دكتور وحو اسبيتال عصوبين كغسو كردي حافدة اسلي اي صوماليد او بادن تهي كاو دبان داها لغر دونا عمال فري دونا دكتور ايا برامج كمرتي وغا انت بادن برامج كينا مانتو حندير دا كسار دونا عذر كوانا حنون كاي وحيابوه كوي مادو او غلان دكتور ايا برامج كو دافريا دكتور علي معو اويس كسو دو برامج كا بسم الله الرحمن الرحيم عبد القادر آدي هاد بنكو هم هاد علنا يا وحان أم هاد علنا يا سومالي كيبل أنت وش قي صدرن مدح ديدي أدبي وما هاد سنين وحلايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت سكت دكتور كوهر نحن ودينا يا دكتور هرتا عذرك ونها قلا أنت بندتك كعوانا يلا تاهيان محاكينا آدي هاد بنكو هم هاد علنا يا هرتا عذرك وضنها قلا قفك وحوليه وضنها اللي قاعيا ورودناها اسمحوا يا هنا حقيبو كيالا انت ودناها كيالا دات قاركو دا كداي ودناها ليغايا او دنك ميدغتا كنتو صايا ميدغتا ما قالا ودناها وحو كجرا هورتا دنك بدخدا ودناها وا قبل مرغه هدي ودنا حنون او يمادو ودناها كو حنونو وحا كيني كره كليا هدي اداء يرتاي يا دا داء وين تحل لابو كليا هدي اداء يرتاي او داء يرتاي ودنا حنون كو دحو وحكيني كرا هدي دي كر اتقبتو وحكيني كرا هدي معانك اتقبتو سكر تاقبتو وحكيني كرا هدي كليه لغا حيو وحكيني كرا عذر هدى كور انك عضلي او ميش انكو جيرو ليرا تايرود تايرود هدي اقبتو هدي يرتاي هدي غشان الى تنجير يو صدنجير الى تنجير مركا تاي عذر كا انت اسوك ايمان كرا مركي ليرا هذا قفك وين قفك وين استغى سكر تواس لغبتان لكن سكرت مركا ديرتاي وحليلا تايب 1 مركي ادويناتنا تايب 2 مركا ادي ادوي ادي وينتهي ودنها ديكر اسغلا وا كجرا وحا كلو كايمان كره سكرتا وحا كلو كايمان كره منتقانا كليا هدي لغا هيو نو كايمان كره ودنها وحا كليا كيني كره حنون كيسا وا انت هدا ديكر قبطه ودن حنون كو ايمانيا سبحو كو ايمانيا سدو كو ايمان كره ديكركاس هدي لغا دويو او سي فيعن لغا دويو ودنا حنون مجرو سكرت هدي اضغبتو هدي سي فيعن لغا دويو او دوا في عاد كاشو مجرو ودنا حنون مكو امارايو كليه هدي لغا هايو او كليه سي فيعن لغا دويو مكو امارايو وحا ويا ودناهاس مركستابا سامين عذر كله ايا سامين او غيسنايا او ديباتو او كينايا وا عذر انا كاد عقلين مو واحد كودا انت بدن عذر كان ودناها واحد كينو cudurkan wadnaha waxa dhiikarka waa mid uu horeeyay hadaad yartahay hadaad weyn tahay marka labaad waa sokorta hadaad yartahay hadaad weyn tahay marka saddexaad kaliya marka laga hayo cudur wadnaha toos ugu dhaca waa yar yahay waxa kaliya oo toos wadnaha ugu dhici kara waxa weeye xinjir haday jirkaaga sameeyso dhiigaaga oo xinjiroobaayo markaas waxa weeye xinjir ba galeysa heart attack ba liraahdo wadnaha galo maskaxda hadduu galana stroke ba liraahdo ma jiro cudur qabowga galay ma jiro laakiin waxaa jira cudur qabowga keena oo infection ah waxaa liraahda myocarditis ba liraahda iyo endocarditis endocarditis iyo myocarditis waxa waa infection wadnaha galaya infection kaasna toos wadnaha u gali maayo ama sababku ka galaya ama kaliya ka galaya qandow ku gelinaya waa jareynaysa jareysaad keenaysa ama dhuunta ku xanuunaysa oo dhuun xanuun ayaa kugu dhacay markaas kadib ayuu wadnaha uu saameyn ku yeelanayaa laakiin wax toos wadnaha ugu dhici kara ama qabow ahaada ama wax kale ahaada ma jiro infection meel kale saameeyey ama ilkaha laftigood haddii laga hayo ilkaha laftigood haddii infection badan ay jiraan wadnuhu cillad u keenaya marka wadnaha in cillad qof kale u keena mooyaan toos wax ugu dhaca waa yarta أدي أدبان كوما هاد علنايا مركا هاد دانا وكلا سارا يا مركا هاد يرتاي يا مركا هاد وين تاي ودنا قراع بدن هادي أد مغشو هاد يرتاي لا تنجر أتاي أما شاني توان جر أتاي أما شاني لا تنسان أكو جرتا أما صدن سان أكو جرتا وحو كإيمان كرا تايروت كوحان كوشاك أيو كإيمان كرا تايروت لكن هادي اللي يرهدو قفك وين قفك وين ودناها بياك قالي كرا متقنا مركي كليا اما سكرتا اما ديكر اما وحيالا كلام عرفت عذر كلا جركي سوغلا
وحا إيمانا وضنا قراع بدن وضنا هاسدو قراع يسو بيارا أو لوح لغي قبو واي وكسي درايا مارك وضنا عادي وحال رواء قراع يسا لحدا إلا سديتن منت كيبا منت كي وحال رواء سديتن جاري نو قراع لحدا إلا سديتن برنامج كعافمات كي تلفزيون كصومالي كيبل وحنو مرتين وقوا دكتور علي معو أويس ونقول سو بقضي استوديو هنا كل النهاي مجلة نيروبي عاصمة دلك كينيا جدهان دتك وحن حسوسين إن دكتور علي معو أويس وهذا كدي بكوه الجلد دنا مجلة نيروبي كارهان حافظ باقلان يوليبا حفيز عصوب أما إن حرن عافمات عصوبنا وإن كغفر دنا حافظ الصومالي ده وبدن تهاي إسلي دكتور وحن كلو كسيوي دينيا إن وحاجرة أنت بدن تدهران هرا oo in dhibaato far badan ay ku hayso in cudurkan in wadnaxanu qofka hiraahirka badan horta muxuu u hiraahara maxaa sababa inuu hiraahiro laakiin wuxuu gaarayaa 120 130 marka 130 markuu gaaro neefta ku dhibeysa oo neefta kugu cishoomeysa markasta oo marka aad socoto ma socon kartid waa fariisaneysa markasta hiraahir bar bilaabaysa hiraahiraysa waxa markaas waa khatar marka waxa iimaaneysa wadnaha inuu iska gafo suu garaacay caadi markuu sidiisa caadiga u garaacay u garaaci maayo wuxuu keenayaa inuu isdhaaf dhaafo oo isdhaaf dhaafo marka adiga laftiga khatar baa ku jirtaa inuu wadnaha istaago dadka cayilka ay dadka caatada keebu u badan yahay in cudurka wadna xanuunka saameynta uu ku reebo samaxa kamida محمد عبد القادر أدي أدبان كوكوما هاد علنا يا واجرتا دادك عيلن رنتي ودباتو لكن عيلك توس إن وضنها سامير كوياشا معها لكن عيلك أسل كيزبا وحفي عن معها عذور ربضان أو قبنا أذبك كودعا عيلك كيمادا عيلك وحوكينا يا عنت بضان ناد عنت فرق هذا نينو بطو مركا وحوا عادي واي مركا سكرا كو إيمانا يسا دي كرا كو إيمانا هذا عذر وحي أدونك أجرو دن مركو قدن بس بلو كانسر بولي وكانسر باكو إيمانا قفك أولنها حنونو داوين لسيو وحالك غاري كرا إن أعافي ما هذا مياجرا محاسا أغوطة لقشان لكرا خاطرا حنونو قفك سعاف ما تكسي دبو هنا عبد القادر أدي أدبانكو مهد علنا يا ها داوو لي هاي waxa aan leeyahay waliba hadda waxay ku xiran tahay ma goor hore ayaa taqtar u tagtay intuu cudurku kugu daahin mise goor dambe aniga kulli tala waxaan ku siinay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba in goor hore hadda wax isku aragto aad taqtar u tagto wax umbaad ka gaaraysaa faa'iido umbaad ka helaysaa laakiin markii aad uu kugu daaho cudurkiisa daaweynteedana waa daahaysa laakiin markuu cudurka fudud yahay uu dhow yahayna mataana uu meel dheer u gaarin daaweynkeedu waa iska fudud yihiin laakiin asalkeedba wadnaha waa la daaweyn karaa maanta casri baa la gaaray oo wax kasta la daaweyn karo qofka markuu cudurka wadna xanuunka qaban rabo siduu ku dareemaa mahad weyn baan ku celinayaa laftigeedu waa su'aal cajiib ah waxa waaye horta neefta ku dhibeysa marka ugu horeysa neefta ku dhibeysa neeftaada ma neebsan kartid xoogaa haddaad socotid ma socon kartid neefta waa ku dhibeysa jaranjaro shan jaranjaro hadday aad fuushi waa isfariisa waa joogsanaysaa waa fariisanaysaa neefta waa ku dhibeysa marka adiga aad baa u dhibtoonaysaa taas ayaa lagu gartaa marka kow markay kugu bilaabato oo neeftaas ay ku dhibeyso oo markasta gariir wadnaha aad dareemeyso oo marba gagagag markasta gagaga waa dareemeysaa sida ugu dhaqsaha badan dhakhtar u tag baaritaanna lagugu sameynayaa wadnaha la fiirinayaa adigaa la fiirinayaa inuu meel kale ka socdo sida dhiigkarka ama sokorta ama keliyaha ama cudur kaloo ma aragtay ilkaha ama meel kale hadduu laga haysto uu ku sheegayaa dhakhtarku wuxuu ku leeyahay cudurkan meeshaas uu kaaga yimid meeshaasna waa daweynaynaa waxaa laga yaabaa wadnahaba inaan dawaba u baahneen haddii cudurkii saameeyey oo keenay ciladaba keenay haddii la daaweeyo ka kale inaan loo baahan baaba dhici karta laakiin sokor haddii jirto ama dhiigkar uu jiro waa in dawo laga siiyaa dadka da'da ah ee qaabku ugu dhaca cudurka wadna xanuunka dadka da'da yar sidaan ku sheegay tayrood ayaa 100% 90% saameeya hadii uu ku dhaco wadnaha inay wax ka qabaan tayroodka waxa 100% ma gartaan weliba dadkan Soomaalida maba gartaan lamana fikirba inay qofkan bini'aadamka uu qabo lamaba fikiro laakiin markii ay baaritaan tagaan wadnaha leegaya wadnaha unbaa lagu mashquulayaa ma qofkan wadnaha hadduu yar yahay waxa 100% in la fiiriyo ah tayroodkaas in laga fiiriyo dhiigkar in laga fiiriyo sokorta in laga fiiriyo haddii intaas uu laga helin laga fiiriyo haddii intaas aan laga helin waa cudur gaaban iyo ilkahana dabcan ilkahana in la fiiriyo
لكن عذر كان هو مركز تابع إنفكتشن جرك هذا مركو قالوا مركز تابع كا قالوا ما دقة كا قالوا أما دون تا كا قالوا أما سبب كا قالوا أما متخانة كلية كا قالوا مركز أيو سامين وحكويلنا وضن حنونك مركو يرجع أي مركو وين يا لب لب إنفكتشن كاس بوكا إيمان كرا لكن خفك مركو وين يا وضن هي دي أو كم سنة أم لحد سنة وقراعي هاي وحوقا وإسلم ما يا وضنها هدي هذا هذا نسك تحدرن أو أنتوا إن قارك وهذا إسكالين أو هذا صعنن أو هذا هذا إسك تحدرن وحيمان هيسا وضن ليجا وكره أما سكر يكون تمادو أما متقن كلية هالنجاة كبسو مرك عذر كي وزائدة يا مرك وزائدة وضنه مصعنة وضنه وإسلم يا ولي بهدي العذر كهس مرك دقن قط هذا إسك داوين كليه بجوك سناي وضنه باستعجاي لفتجي سب صعد كل ربي مصعناي مركز تابو إسلقايا هدي وحن كلية كرا ودبات حيوك بدنا إيماني سمرك اللوجيه ببرايا مصعن كرخفك والنها أو سئادة أو قرع ما أما إنسان من فرب بدن ضدك كويش أنت بدن مكة أنا إنه قفك أجري يظهرت تاس أدي أدب نكون ما تعلنا يا وأجري ونساء والنها وإستعجاي محاد عيدا هدي لكركاس أن لقى داوينه أما إنفكتشن كان هذا أنكوش هاي الكا هادو قالوا أما سبب كادو قالوا أما كلية هادو قالوا وضنها تعبتو إندوكارديتيس بالير هذا يوميو كارديتيس مركب وكدلايا كوب وكاسينا يا هذا واحد لقى قبل وضنها مرغوا مرغوا سدو إنفكتشن قالوا وجبنايا هادو جبتو هذا نول المجرتو وضنها سد الوقت هاي قد أكتهين أفر إلا ما تنسى عضوات مالين كيبو قراعايا هداد هور ديسو يهداد سوجيك دي يهداد عمتينيسو يهداد جيف تبا مركز تبا وقراعايا مركز وضناه هو وحب أرغن أدلو باهنيا هو أرغن كاس هو أرغن أن لغا مارمن لكن هدي ودباتتان إندوكارديتيس أما ميو كارديتيس كو قد عضو لبا مدلي إلا إندوكارديتيس لنتا أياجنا ودون حانون تك أكيمادو كم بوكاسينا أو كدليا ما بك جاريس بتقتربه ما كجاريس دكتور وحى عشقتي إن إكفشن كليها جلا يا قفك الكيسة عن مدعى سنين وإكفشن كان هرت الكها سبب تإكفشن كأوضع محاكم إذا الكاس إكفشن مقرعة عبد القادر أدي أدب نقول ما هاد علنا يا الكا إنفكتشن واجلا ضدك أن روميجا كوفي عنين أن رود سفع روميسن أنتو إنك مع معانك إيو متغنى بريسكي باستي عن جارد أنا عنا ضدك أسيا أبضن الكا جينجيفيتا وحليرا إنه كدعه مركو كدعه وضنه علة جارسينا يا سببكو علة جارسينا يا كليو علة جارسينا يا لفو علة جارسينا يا لفحنونا كو إمانا مركو دبات أدي أدو بضن بوك إمانا يا ساد رادج وحال دكتور كلفتي جيس لجرب عام مركي أذى وضن حنون أتشيغتو إلكا إنوفيريو أذى متغنا وكافيريو دونتو وكافيريو تايروت كاس وكافيريو ديكر وكافيريو كليا وكافيريو إنت اسمك وكافيريو أيو متغنا وعن كرا وكلية أرض هذا أتق دكتور إلكا أتق إلكا على جاس وفيريو مركي إلكا لفتي جود دوي وباهنين ولا داوينه مدة أنت لا إقباقف كدوسن إلكي ساعة سنين أو إكفشن كاس هلس ويا هاي سو سامين تعذرك وضن حنون كأقول دعن شو سؤال آدي آد ونعكسن هرتا هدي أن ردك وشاهد وحواي ويك إلا ويك معانا مركي آد لكن مدو لحبلوت سنة لبس سنة هدي آدم سفعن عضيسا وحواي وحب أكو هرايا وسق أكو هرايا عمتي وسقين أي أكو هرايا أف أربا كو إمانا أف كيبا سو أرايا ملو وسو دوان كرو مركي لبات أديكو داتكو كل بسانا هدان وحا إمانا ميش أسين دعر كدلتو إن متغنى بحلك رشان أو عرض كأي جلان عرض كمرك جلان الكي لفتو الحنون أي كنان مرك بحل الغاز أو عرض كجلاية أي كينا يا إن أي هوس ودكتان أما وضنها تغان أما كليها تغان أما سبب كتغان كاسة كينا يا مرك يجيبوا جلاية عرض كواذ أكتة هذه أترميشة تمر مرة عادية شتو الكاو ديجا يا عقولي يندت كسي وبدنيين يرد بانقبا يرد واجرة. نعم دكتور حلقة سدرس تاجر وائل كه ديجو أنت بنقف كمركو عادست أدو عادست. هم يقولوا كره إحساس ديج كان ماله. مايا ديج محوي عيرت كاس أو جدو تاس عدد كيبو وجود جيني. مركا مرمر هدي روم عدك أذكر روميشة وديجا يا لكن مرمر مركي بحلاس إجران وديجا يا لفتي هسا مركا ديج هدو يمادو بحلاضي أكون الشيء عيرت كيبو أكون الشيء مركا وحاله بعيا إن لقاعد دوي. Soomaalida inta badan dhiigga marku ilkaha ka yimaado waxay u maleeyaan in cadaygu aad loo badsado muuxaad leedahay qofkaasi waxa uu qabaa cudurka ilkaha gala ee loo yaqaan infectionka cudurka infection uu halis u yahay dhiigga aad arkayso waa xidid
حدث كاز وحدث كي بحلاذان ما أردت عنطلا كرشة قلي لها وجرك قلي لها جركو تتوس وتجايا مركا كاس أي كينا مركا وضع حنون سبب حنون كلي حنون لفاه مرغ حنون أدون أم بجو كينا يا أو لفيلين dadku inta badan wadnaha dulal leeyihiin taabi cabsi ka taagan doktor horta cudurkan in wadna dulalka inta badan maxaa keenay muxuu soo qofka ugu dhaca abduqadir aadi aad baan kugu mahadcelinaya wadna dulal hadii aad maqasho ma badna dadka qaba laakiin waa lagu dhashaa ductus butali baa leeyahay ductus butali ductus butali ga waxa weey wadnihi wadnaha wuxuu ka dhisan yahay gabal midixda ay gabal midigta iyo laba dhegood قبل كم مدة إذا كان مدة كتاه وكلجو أيه نحذاء يا حكوجرة وحليرة هذا شايد فند وحليرة هذا يا نحذاء كوجرة كاس ماشى حكوجرة يا دولالي يا لنا يا وخذ لنا يا وحوى خف كسر بناء أدب دولال كاس مو قوامك وعلاش هو يدش كوجرة ما حرا عدا ماشى سك عن تصين يسا حد هو يدا لكن مركو أو رشوب مر الله لمركو قيلة سو قيليو وهذا هو رؤيرة هذا وحرم يسا لكن وحاجرة بقول كيبا هذه الله برسنت ميا معان سدح برسنت أي جرة أن حرمين الماشة مرك ماشة دكتوس بوتالي مرك ليجي أي أسكو ضر معايا محي كان عن المهاس المهاس وحكي ما أنا الجذر معركتي أو إسكوينان إيسا يا ترمل فل ما هي ما يعنو قاب كوينان يا فروفتي سمركست ومذو وهاي وأنا فتورة يا المها مرك أردن مأردكرو مرك تاسع ما أنا إيسا والمرك يورب والحرام ماشة والقلايا والحرايا ماشة marka saas ayaa lagu noolaada operation baa la sameynaya gabal heli baa la saaraya meeshii furneyd baa la xiraaya marka waa wadnaha dhexdiisa weey markii bidix iyo midig wadnaha uu ku neefsado macnaha dhimasho halis u yahay hadii aan dulalkaas wax la qabanin ma naqaanayo wuu noolaan karaa ilaa muddo laakiin da' weyn ma gaari karo adiga marka waa in la xiro da inta la inuu gaaro lagu qiyaasaa marka qofkaas muddintu la yeeboo noolanaya hadii uu qofkaas ilaah baa horta wax dila laakin ha laakin annaga cilmiga aan sheegina bis calama al insaanu ma lam ya'lam wa ku cilmi fa cilmidan ku amal falayna waxa la yiraahdaa ilaa 40 sano ayuu gaari karaa 35 sano 30 sano 40 sano meelahaas asoo weyn hadii la marka in la dalkaas la sharakaba ma da asoo weyn ma soo galeysa 7 sano markuu jiro cunuga ayaa loo baahan in laga xiro marka in waxa la leedahay hadda soo weyn la sharo wax ma soo kordhinayso ma seen meenayso wadnihii ku koraya ku weynaa hooyadu inay dhasho cunug wadnaha ka duleela maxaa sabab u ah inta badan in ay hooyada ilmahaasi qaabkaasi ay dhasho waxa sababu ah sida ay u badan tahay waxa waaye sunta annaga aan cunayno ama aan neefsanayno sidii baabuurdaas oo kale sidii maaragtay dhulkan maaragtay sunta lagu daadiyay la leeyahay ee waxaasayta ayaa keeno sideedaba ilmaha qaldan la dhalo wax kale ma keeno soomaalida asalkeedba waxaa lagu yaqaanaa weligeed bal dhihi jiray dadka ugu caafimaad badan ayay ka dhashaan dadka ugu caafimaad badan annaga naguma badnaa dhulka soomaali markii aniga igu dambeysay kolleyba ma jirin wax mataqaana ku dhasha maaragtay sida cudur oo cuduro qaarkood oo maanta la arko wax kalena ma keenin sunta badanaa noo keenta hooyadu halis ma u tahay ama saameyn ma ku yeelan karaa haddii cudurka wadna qaraaca ay qabto in cuwadka ama cunuga ay dhali doonto uu saameyn ku yeesho arrintaas aadi aad baan kugu mahadcelinaya may hooyadu waxba shaqo kuma laha laakiin markii ay ilmaha uurka galaan weliba waxa ugu daran aan weliba ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba aan kaga waadinayaa haddii aad uur yeelato daawo ha qaadanin uurka intaad qabto weliba ilaa 4 bilood 5 bilood aad ka gaarto daawo ha qaadanin dhakhaatiirta qaarkood hadday daawo ku siiso adoo 2 bilood ama bil ah ha cunin daawooyinka qaarkooda looma ogola wax yar daawo yar baa jirta oo loo ogol yahay maaragta qofka uurka qaba ama qofka la nuugayo naaska naagta laga nuugayo labadaasba waxaa loo ogol yahay keliya daawo yar haddii aan dhib weyn jirin haddii dhib weyn jiraan waa wax kale oo adiga halis aad ku jirto markaas la fiirin maayo waa lagu siinayaa laakiin haddii adiga aadan halis ku jirin oo aad iska socoto iska ordayso daawooyinka qaarkooda iska ilaaliya doctor aad ma hasatay in gogoda barnaamijkan marina in hooyada uur kale haddana wadnaheedu qaraacmayo in dhibaatada inta badan soo gaarto maxaa kamid ah abduqadir aadi aad baan kugu mahadcelinayaa weliba waxaan rajaynayaa marka hooyada uur kale
inaan program dhan u sameyno oo saameynteeda iyo dhibaatooyinka uu iman karto hooyada uurka leh waxaan ku sheegayaa markii ay gaarto 7 bilood ama 6 bilood ilaa 7 bilood markii ay gaarto waxay qadar u tahay adiyad qadar ugu tahay wax la yiraahdo eclamatsi inuu ku dhaco eclamatsi ga muxuu yahay sidee baa lagu gartaa maxaa lagu garan karaa waxa lagu garan karaa wax kale maaha kaadida la fiirinaya protein baa ku jira kaadidaas protein koogi markii la arko hadii aan wax laga qabanin waxa iimaanaya sokor baa iimaaneysa maxaa iimaanaya hooyada in dhibaato xoog badan wadnaha uu ka qabsado wadna garaac dhiigkar inuu yimaado sokor inay timaado marka waxa waa xaajiyadaas hadii aan wax laga qabsanin khatar bay ku jirtaa ayada iyo cunugeedaba way israacayaan dadka maxaad tala iyo tusaale siin lahayd si ay uga hortagaan cudurka wadna xanuunka inta badan saameyn ku yeesha hooyooyinka ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waxaan leeyahay ahla isdaaweeyo haddii wadna garaac isku aragto haddii neef tuur isku aragto haddii hurda la'aan aad isku aragto haddii nervos badan isku aragto haddii xanaaq badan isku aragto aadan adkaysan karin haddii wax aan micno le lagu dhihin od markiiba cirka iska galayso haddaad isku aragto isbaar isfiiri wax cilmi ugu fadhiya maaha wax $100 $200 cilmi kuma fadhiyo caafimaadkaaga wax walba ka muhiimsan isdaaweey aniga intaasaan tala ku siinayaa ummadda soomaaliyeed isbitaal ayaad waxaad ka furatay xaafadda Baagland waa arrin aad u wanaagsan isliina dhowaan ayaad ka furan doontaa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya maxaad u qabanaysaa doktore si cudurka wadna xanuunka looga hortago maxaase ballanqaad oo hadda TV-ga Somali Cable aad ka soo jeedin kartaa Cabduqaadir aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa ummadda soomaaliyeed kolley meel kasta ay joogaan way isnaqaanaa waxaan leeyahay ninkii annaga noo baahan dhan kale haddii la yiraahdo uur ku jirta haddii la yiraahdo dhanka dumarka haddii la yiraahdo caruurta waad noo imaan kartaan waay waxbaad naga gaaraysaan faa'iido ma ahana khasaara naga gaarimaysaan waana idinka taxadaraynaa weliba si fiican inaan idin daweyno insha allahu waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed soo dhowaada ugu dambeyn dadka soomaaliyeed ee qaba cuduradan wadna xanuunka maxaad kula talin lahayd oo baaq ah oo u diri lahayd dadkaasi si cudurkan halista ay haya ay xal ugu helaan ninkii dhibaato badan qaba oo ay mar hore ku tagtay kulleyba iyo kulley caafimaadkiisa oo aad iyo aad u dhiban yahay haddow meelahan jooga aniga waxii aan u qaban karo oo qabanayaa ilaa hadda alxamdulillaah dad badan wax badan baan u qaban karay ilaah baa wax qabad iskale hadduu gacanteeda ilaahay daawo ku daro ayaan dadkaas wax u qaban karaa haddii ilaahay daawadaada soo dejin haddii ilaahay daawadaada soo dejin qof loo eedsan karaa ma jiro hadduu ilaahay daawadaada keenin hadduu ilaahay daawadaada keenana waa la helayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay caafimaadka lagu dadaalo caafimaad allah idin siiyo dadaala guud ahaan daawadayaal intaasi waxaanu ku soo afmeerinaa wareysiga gaarka ah aanu la yeelanay doctor cali macoobe isoo nagu warbixinayay sida loola tacaalo cudurada guud gaar ahaan cudurada gala urku jirka doctorka waxaa xasuusinaa in isbitaal cusub uu ka furtay magaalada Nairobi khaasatan xaafadda Baagland wuxuuna mar dhow 15 bishan uu isbitaal cusub in kaga furi doonaa xaafadda Soomaalida oo badan tahay isli doctorka ayaa maanta xaalado kala duwan oo ku saabsan caafimaadka iyo qaabka loola tacaali karo qofka uu cudurka wadnaha galo ku dhaco ugu wareysanayni barnaamijkeena caafimaadka barnaamijka qaybta farsamada waxaa ii joogay saaxiibkay cabdullaahi anigu cabduqaadir jiijil ayaan la socodsiinay intaanu barnaamijka lama dib ugu kulmi doono waa baahda TV-ga Somali Cable oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.